السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نحضر البطاطا في الفران. هاد البطاطا حلوة، وغادي نحضر واحد الكغاطان ديال الشيفرون. بسم الله على بركة الله، غادي نسلق هاد البطاطا. بسم الله، غادي نحتاجو هاد البطاطا. هادي بطاطا حلوة، غادي ندهنها كلشي بالزيت البلدية هكا، وغادي نحطها في الفرن في الطاولة هكا. كلشي غادي ندهن هاد البطاطا هكا، وهاد البطاطا خلطتها، درت فيها حتى البطاطا العادية، هي غادي ندهنها كلشي بهاد الطريقة بالزيت. بسم الله، بعد ما دهنت البطاطا بهذا بالزيت البلدية، كنرشها بشوية د الزعتر هكا. غادي اللي بغا دابا يغطيها بهذا الورق ديال الزبدة. إلا ما توفر قوليها، إلا ما توفر هاد الورق ديال المطبخ، غادي نغطيوها بهذا الطوا هكا، باش ديك البخار اللي كيطلع البطاطا يرجع ليها كلشي، باش طيب لينا بسرعة إن شاء الله. غادي ندخلها دابا للفران وغنخليها حتى طيب. بسم الله، غادي نحتاجو واحد السلافة، غندير فيه الزيت البلدية هكا، وغنضيف ليه واحد الراس المعلقة ديال الزعتر، واحد المعلقة كبيرة ديال المعدنوس، وشوية ديال القزبور، والراس المعلقة ديال الكمون، وشوية ديال الإبزار، والملح واحد الراس المعلقة، والملح على حسب الذوق، وغنضيف ليهم واحد المعلقة ديال الخل. غادي نحرك هاد التخليطة كلشي هكا. بعد ما خرجت هاد الطوا في الفران، هاد البطاطا إلا بغينا نجربوها واش طابت، كنديرو ليها غير هكا بالموس، راه كطيبها، راه ساهلة طيب. وهاد البطاطا حلوة، راه الوقت ديالها هادي كنستعملوها بهاد الطريقة، راه كتجي زوينة. كنفتحوها هكا كلشي، لا هي لا هاد الأخرى بحال هكا. وغادي نحتاجو هاد الفرماج ديال السندويشات، وغادي ندير ليه هاد المعلقة ديال هاد التخليطة اللي خلطت هنايا هكا. غادي نضيف ليه هذا الفرماج ديال الساندويش بحال هكا، وغادي نرجعو مازال للفران. كلشي غادي ندير ليهم هكا، ونفس الشيء هاد البطاطا حلوه بحال هكا. ممكن نخلطوها كاع هكا شويه باش تلد لينا بهذا لاصوص هكا. بحال هكا، وندير ليه هذا الفرماج، ونفس الطريقة حتى نكمل هاد البطاطا، وعاد ندخلهم للفران واحد ربع ساعة. بسم الله، غادي نحتاج واحد الكاسرونة هنايا، غندير فيه واحد المعلقة كبيرة ديال الزبدة، غادي نخليها تذوب شوية، وغنضيف ليه غنضيف ليها جوج معالق ديال الدقيق، وغادي نحركهم هكا. بسم الله، بعد ما خلطت الدقيق مع الزبدة، غنضيف ليه هاد الكاس كبير ديال الحليب، غادي نخلطهم كلشي هكا باستمرار هكا بالتحريك، غنصوب واحد لاصوص بشاميل ولا لاصوص بيضة،
غادي نحتاج لي هاد المكونات هكا. كنحرك كلشي هاد الدقيق حتى كيذوب، وغنضيف ليه واحد الراس معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، واحد الراس المعلقه الصغيره ديال القزبر مطحون، والملح على حسب الذوق، واحد الراس المعلقه الصغيره. غادي نخلط كلشي هكا حتى يذوب لي هاد المكونات. غنضيف ليه جوج فرماجات مثلثات، وغنضيف ليه واحد البيضه نضرو ضربتها، وغادي نخلط كلشي هكا وغادي نطفيه ان شاء الله. صافي على بركه الله. هاد الكغاطان غادي نحتاج ليه واحد البصله كبيره مقطوعه مكعبات صغار، غنحتاجو هذا السدر ديال الدجاج مقطوع مكعبات صغارين بحال هاد الطريقه، وهذا نسمتو بهاد الاعشاب، نسمتو باوراق الغار والقرفه، اعواد القرفه وحبات الهيل، وهاد الاوراق ديال الحباقت الى طفرو، وواحد نص الحامضه لصقت به هذا راه لصقته هي الاولى. وغادي نحتاج الزيتون مقطوع والربيع والعطريه والزيت البلديه ودانون طبيعي بسم الله. ونحتاج تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزيت الزيتون، واحد الراس ديال المعلقه كبيره ديال الزبده، غادي نضيف لهم هذا البصله، وغادي نحتاج لهذا العطريه، شويه ديال القزبر، شويه ديال الابزار، وشويه ديال الزعفران ديال العود، وغادي نخليهم هكا حتى تشحر لي هاد البصله كله. بسم الله. بعد ما شحرت هاد البصله غنديرها في واحد الصحن، غنخليها جانبا. بسم الله. نفس المقله غنضيف عليه واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، واحد الراس ديال المعلقه ديال الزبده، غنضيف ليه هذا الدجاج اللي مقطوع مكعبات صغار، غادي نضيف لهما غنضيف راس المعلقه كبيره ديال الزنجبيل والزعفران ديال العود والتخميره والابزار والقرفة والملح والقزبر، غنضيف ليه واحد المعلقة ديال دانون طبيعي كبيرة، أعشاب مناسبة، شوية الزعتر، وغنضيف ليه هاد جوج معالق ديال الزيتون مقطوع. واحد المعلقه كبيره ديال المعدنوس، وغادي نخلي كلشي حتى يتقلى ليا كلشي هاد المكونات، وغنغطي هاد المقله ونقصو ليه النار حتى يطيب ليا هاد الدجاج. بسم الله. غادي نحتاج واحد المول اللي كندخل للفران، غادي ندير شويه ديال الصوص بيضه هنايا، وغادي نحركها كلشي هكا في هذا كلشي هكا، وغادي ندير فيه هذا الشوفله
نوزعها كلشي هكا في هذا الطوا، غنضيف ليه هذا البصله وغادي نوزعها كلشي في هذا هكا. غادي نضيف ليه واحد المعلقه كبيره ديال هاد لاصوص بيضة، ونضيف ليه هاد الدجاج، ونفس الشيء غادي نوزعو كلشي في هاد المول. بسم الله. دابا غادي نضيف ليه هاد لاصوص هكا، وغادي نوزع كلشي فيه بحال هاد الطريقة كلو. بسم الله. غنضيف ليه شوية دربيع هكا، وشوية الزعتر، وغادي نضيف ليه هاد الفرماج الأحمر محكوك. كلشي هكا نوزعو كلشي فيه في هاد المول هكا كلشي. ها دابا غادي ندخلو للفران ان شاء الله حتى يطيب. خرجت الكغاطان في الفران، كنضيف ليه شويه المعدنوس هكا، وغنقدمو بهاد الطريقة. وبالطبع لما خرجتها من الفران كتجي بحال هكا، راه كتجي زوينة وكتجي لذيذة بهاد الطريقة. وكنزوقوها بشوية القطع ديال الخص مقطوعين، وهذا مطيشة صغي، وكيجي الطبق ديالنا هو هذا. دمتم في امان الله وحفظه.